منزل نزلوا، وكان المنزل خرابا فوضعوا الرأس الشريف بين أيديهم والسبايا قريبا من، وإذا بكف خارج من الحائط وقلم يكتب يكتبه دم بدم منها كذا. أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب. قال ففزعوا من ذلك وارتاعوا ورحلوا من ذلك المنزل، وإذا بهاتف يسمعونه ولا يرونه وهو يقول ماذا تقولون؟ إذ قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي؟ منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي. ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي؟ قال فلما وصلوا إلى تكريت أنفدوا إلى صاحب البلد بأن تلقانا فإنا معنا رأس الحسين وسباياه. فلما أخبرهم الرسول بذلك نشرت الأعلام وخرجت الغلمان يتلقونهم، فقالت النصارى ما هذا؟ قالوا رأس الحسين. فقالوا هذا رأس ابن بنت نبيكم؟ قالوا نعم. قال فعظم ذلك عليهم وصعدوا إلى بيعهم وضربوا النواقيس تعظيما لله رب العالمين، وقالوا اللهم إنا إليك براء مما صنع هؤلاء الظالمون. قال فلما رحلوا من تكريت وأتوا على وادي النخلة سمعوا بكاء الجن وهن يلطمن الخدود على وجوههن ويقولن مسح النبي جبينه فله بريق في الخدود. أبواه من عليا قريش جده خير الجدود، وأخرى تقول أيا عين جودي فوق خدي، فمن يبكي على الشهداء بعدي؟ على رهط تقودهم المنايا إلى متكبر في الملك عبدي. قال فلما وصلوا إلى بلدة يقال لها مرشاد خرج المشايخ والمخدرات والشبان يتفرجون على السبي والرؤوس، وهم مع ذلك يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويلعنون أعداءهم، وهو من العجائب. ثم رحلوا عنه إلى مدينة يقال له بعلبك وكتبوا إلى صاحبها بأن تلقانا فإنا معنا رأس الحسين. فأمر بالرايات فنشرت وخرج الغلمان يتلقونهم على نحو من 6 أميال فرحا بهم. قال فدعت عليهم أم كلثوم وقالت أباد الله كثرتكم وسلط عليكم من يقتلكم.
قال فعند ذلك بكى الإمام زين العابدين عليه السلام وقال هو الزمان فلا تفنى عجائبه عن الكرام وما تهدأ مصائبه فليت شعري إلى كم ذا تجاذبنا فنونه وترانا كم نجاذبه يسرى بنا فوق أقتاب بلا وطاء وسائق العيس يحمي عنه غاربه كأننا من أسار الروم بينهم كأنما قاله المختار كاذبه كفرتم برسول الله ويحكم فكنتم مثل من ظلت مذاهبه قال ونصب الرمح الذي فيه الرأس الشريف إلى جنبي صومعة إراهيم فسمعوا هاتفا يقول والله ما جئتكم حتى بصرت به بالطف منعفر الخدين منحورا وحوله فتية تدمى نحورهم مثل الصم مثل المصابيح يخشون الدجى نورا كان الحسين سراجا يستضاء به الله أعلم أني لم أقل زورا فقالت أم كلثوم من أنت يرحمك الله قال أنا ملك من الجن أتيت أنا وقومي لننصر الإمام الحسين عليه السلام فصادفناه وقد قتل قال فلما سمعوا بذلك رعبت قلوبهم وقالوا إننا علمنا أننا من أهل النار بلا شك فلما جن الليل أشرف الراهب من صومعته ونظر إلى الرأس الشريف وقد سطع منه نور وقد أخذ في عنان السماء ونظر إلى باب قد فتح من السماء والملائكة ينزلون وهم ينادون يا أبا عبد الله عليك السلام فجزع الراهب من ذلك فلما أصبحوا وهموا بالرحيل أشرف الراهب عليهم وقال ما الذي معكم قالوا رأس الحسين بن علي قال ومن أمه قالوا فاطمة بنت محمد قال فجعل الراهب يصفق بكلتا يديه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدقت الأحبار فيما قالت فقالوا وما الذي قالت الأحبار قال يقولون إذا قتل هذا الرجل مطرت السماء دماء وذلك لا يكون إلا لنبي أو ولدي وصي ثم قال وعجبا من أمة قتلت ابن بنت نبيها وابن وصيه ثم إنه أقبل على صاحب الرأس الذي يلي أمره وقال له أرني الرأس لأنظر إليه
فقال: ما أنا بالذي أكشفه إلا بين يدي الأمير يزيد بن معاوية لأحظى عنده بالجائزة، وهي بدرة 10,000 درهم. فقال الراهب: أنا أعطيك ذلك. قال: أحضره. فأحضر له ما قال، ثم أخذ الرأس الشريف وكشف عنه وتركه في حجره، فبدت ثناياه فانكب عليها الراهب وجعل يقبلها ويبكي ويقول: يعز علي يا أبا عبد الله لأن أكون أول قتيل بين يديك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله بآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.